ملتقى شغف، هو ملتقى ذو فعاليات متعددة تحت سقف واحد. معانا اليوم مجموعة من أندية القراءة ومجموعة من تاجرات الانستغرام التي استلهمنا فكرة التجارة من الكتاب، واسمه انستريد، انستغرام اند ريدنج، فانستريد. كما يوجد لدينا الفعالية الكبرى في المحاضرات، محاضرتين. الأولى تحكي عن طريقة تأسيس نادي للقراءة، والجلسة الأخرى تحكي عن تجارب لسيدات أثرت القراءة في حياتهن. هو نادي كتابي عبارة عن نادي تطوعي إلكتروني يهدف إلى نشر ثقافة القراءة عبر مواقع التواصل الإلكتروني اللي بالإنستغرام وتويتر. أيضا عندنا مبادرة طفلي يقرأ، هي مبادرة تسعى لتعزيز حب القراءة لدى الطفل. طبعا هاي المشاركة جاءت من الاحتفاء بيوم الكتاب العالمي، على أساس أنه يجمع الناس اللي عندهم حرف معينة تتعلق بالكتاب أو بالقراءة ويربطهم بمحبي الكتاب والقراءة. فجاءت مشاركتنا من خلال سنارة ماما اللي هي بنعمل فيها زي أعمال كروشيه، وعملنا فيها فواصل كتب مميزة وحلوة لهدف تشجيع الناس على القراءة، ولهدف إنه الواحد يعني يعمل أشياء مفيدة ويقدم أشياء عملية لمحبي القراءة والكتاب.